الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. صدق الله العظيم. تقوم كتيبة الشهيد محمد مهدي الصيادي بتاريخ 16/5/2013 بمعركة صد الطغيان بدك معاقل الشبيحة وكتائب الأسد المتواجدة في مدينة محردي بصواريخ إجرال. وإننا نتوعد جميع الشبيحة الموجودين في مدينة محردي بأنهم لن ينعموا بطعم الراحة بعد اليوم. أنتم تقاتلون أيها الشبيحة، أنتم تقاتلون في سبيل الشيطان ونحن نقاتل في سبيل الله. تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر.